بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الاستقامة بميدان الجيزة بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ضمن هذه الأسابيع الدعوية والثقافية التي تجوب مساجد مصر العامرة، أيها الإخوة المؤمنون، هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي يبدأ اليوم، يبدأ اليوم أول أيامه من هنا من رحاب مسجد الاستقامة، إيمانا وإدراكا من وزارة الأوقاف بما للثقافة من أثر عظيم في نمو الفكر وفي ترابط المجتمع وفي استنارة العقول. ومن هنا أخذت وزارة الأوقاف تنظم هذه الأسابيع الثقافية الدعوية التي تجوب مساجد القاهرة بل ومساجد مصر العامرة لتنشر الوعي وتنشر الدين السمح الحنيف والفكر الوسطي الذي يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. تنشر الثقافة وتنشر الوعي وتنشر الفكر الوسطي، وكل ذلك يعمل على ترابط المجتمع وعلى تقدم المجتمع وعلى نمو المجتمع وعلى أن يسود المجتمع الوئام والسلام والمحبة والترابط. أيها الأحبة، لقاؤنا اليوم يدور حول موضوع هام، وكثيرا ما أقول تحية إجلال وتعظيم إلى القائمين على هذا العمل الذين يختارون الموضوعات بعناية فائقة. موضوعنا اليوم حول الصلاة عماد الدين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك قارئا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد تميم المراغي، ومبتهلا فضيلة الشيخ ضياء الناظر، ومن السادة العلماء الأجلاء علماء مصر وعلماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع الكريم جمعا مرحوما يا رب، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أرى أمامي ساحة مسجد الاستقامة وقد امتلأت عن آخرها برواد المسجد وبمحبي العلم والعلماء الذين جاءوا إلى بيت الله عز وجل ليستمعوا إلى القرآن الكريم، ليستمعوا إلى الأدعية، ليستمعوا إلى كلمات العلم من العلماء الأجلاء. فحمدا لله وشكرا لله أن استعادت مساجدنا رسالتها وعادت تؤدي رسالتها على أكمل وجه، تعميرا لبيوت الله بإقامة الصلاة وبقراءة القرآن وبحلق الذكر وبمجالس العلم. فاللهم احفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظك، وأمنها بأمنك، وانصرها بنصرك، واسترها بسترك، وارزقها برزقك يا أكرم الأكرمين، وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، دائما ما نبدأ اللقاء بخير الكلم وبأطيب الذكر بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الدكتور أحمد تميم المرابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إِنَّا
غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله صدرك. صدق الله العظيم. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه القرآن الكريم. هكذا أيها الأحبة استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الدكتور أحمد تميم المراغي، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن أسابيعها الثقافية. وهذا هو اليوم الأول الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد الاستقامة بميدان الجيزة بمحافظة الجيزة. يا
يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف ومن مفكريها. يتقدمهم فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الجيزة. يحضر معنا جمع غفير من رواد هذا المسجد المبارك ومن محبي العلم والعلماء والثقافة. حفظ الله مصر وحفظ الله مساجدها وجعلها عامرة، اللهم آمين. أيها الأحبة، موضوع اليوم يدور تحت عنوان الصلاة عماد الدين، وهذا الموضوع كما قلنا من الأهمية الشديدة بمكان. نبدأ أولى كلمات العلم مع فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة، ونختتم حديث العلماء بفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. الآن فضيلة الدكتور مسعد السيد مسعد يحدثنا حول موضوع الصلاة عماد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. ثم أما بعد، فيا أيها الحضور الكرام، نشكر في كل مرة القائمين على وزارة الأوقاف للجهد الذي يبذلونه، وليس الشكر مكررا، بل لأننا نجد كل مرة خيرا جديدا، ونجد ثمرة نافعة غير التي وجدناها سابقا. فمن أسبوع واحد كنا في هذا المكان أيضا الأسبوع الدعوي، ولما كان هناك طلب لتكراره أقيم أيضا هذا الأسبوع كما رأيتم وكما تعلمون. وهذا المسجد مسجد الاستقامة، ليس فقط هو للصلاة، بل فيه دروس علم، فيه الآن مركز إعداد المحفظين يعمل الآن، وفيه مركز الثقافة، وفيه مجلس الإفتاء للرجال يوم السبت من كل أسبوع، وأيضا مجلس الإفتاء للسيدات. وكل هذا من الجهد المشكور لوزارة الأوقاف التي توليها للمساجد حتى عادت تؤدي رسالتها كما ينبغي. الشكر كل الشكر للقائمين على وزارة الأوقاف، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. كما أشكر أخي فضيلة الشيخ خالد الجندي لتواجده بيننا، وهو علم من أعلام الدعوة في مساجد مصر وفي برامج التلفزيون، وكل مكان يحل فيه يضع بصمة طيبة
لإقبال الناس على ربهم سبحانه وتعالى، وما شهدته بنفسي قبيل هذا اللقاء من علمه ومن أخلاقه ما يفوق الوصف، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. ونحن كلنا شوق لاستماع حديثه نفع الله به وبعلمه، اللهم آمين. وشكرا للدكتور أحمد القاضي ولكل الحضور على هذا الجهد الذي بذلوه. أيضا كما أشار دكتور أحمد القاضي، اختيار الموضوع وهو يمكن أن يكون أصعب شيء في اللقاء، اختيار الموضوع وهو اختيار موفق، الموضوعات التي تختار بعناية، حتى حق لنا ونحن في هذه الفترة أن نفتخر بأننا من منسوبي وزارة الأوقاف. الصلاة عماد الدين، الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، الصلاة التي فرضت وكانت موجودة حتى قبل شريعة الإسلام. ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من أنبيائه، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن الصلاة كانت موجودة قبل شريعة الإسلام، وعندما فرضت الصلاة فرضت في السماء، لم تفرض في الأرض كما تعلمون، ففرضت ليلة المعراج على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء. وقال عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأس الأمر، رأس الأمر هي عمود الأمر، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في بداية كلامه في سورة البقرة في الحديث عن المتقين قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فجاء بها بعد الإيمان به سبحانه وتعالى. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن الصلاة بأنها لها مواقيت معينة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وننظر إلى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحفظه جميعا، عندما قال: بني الإسلام على خمس لتجد ترتيبا عجيبا بين أركان الإسلام كما بينها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية التي ذكرت الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا،
ذكرت ترتيبا عجيبا، فذكرت أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي لا ينفك عنها قلب المسلم، لا يتركها أبدا، إن اعتقد خلافها خرج من الإسلام. فهذه دائما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في قلب المسلم. ثم بعد ذلك الذي يتكرر كثيرا الصلاة، فالصلاة تتكرر في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. طب كم ركعة؟ 17 ركعة في الفريضة. فالصلاة تتكرر 5 مرات، فثنى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الذي يتكرر بعد ذلك الزكاة، ربما تأتي في العام أكثر من مرة، كالزكاة المرتبطة بالزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، فذكر الزكاة. ثم لما كان الصوم المفروض لا يتكرر إلا في العام مرة واحدة، جاء بعد الزكاة، والحج فريضة العمر، فهو لا يتكرر فرضا في العمر إلا مرة واحدة، فقال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لتعلم أن هذا الترتيب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مقصود. فما هي الصلاة التي تقرب الإنسان من خالقه سبحانه وتعالى؟ الإنسان أحيانا لما تبقى العبادة يعني ذهبت مذهب الروتين يؤديها فقط، لا يتلذذ بالعبادة ولا يحس بروحها. القرآن الكريم لما ذكر الصلاة لم تأتي آية واحدة تقول أدوا الصلاة، وإنما جاءت بلفظ الإقامة، أقيموا الصلاة، لتؤديها ظاهرا وباطنا. والصلاة هي العبادة التي سميت باسم الإيمان في قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذ الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا في الصلاة. الصلاة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فيها وذكر الله فيها أكبر، كما قال ربنا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ففيها الإخلاص، فيها النية، فيها ذكر الله، فيها عمل الجوارح، فيها عمل القلب، ولذا سميت بالإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعرف الإنسان إذا كانت صلاته مقبولة عند الله أم لا، مش الشيخ اللي يعرفها، لا، صاحبها اللي يعرفها. الشيخ لما تسأله بتقول له الصلاة صحيحة ولا باطلة، فيجيبك في هذا. أرأيت إنسانا سأل مرة شيخا قال صلاتي مقبولة أم لا، ويجاوب الشيخ لا، لأن القبول هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك علامات يعرفها صاحب الشيء، يعرف أن صلاته قد قبلت أم لا، وليست الصلاة فقط بل كل العبادات، يعرف إذا كانت مقبولة عند الله أم لا. يا شيخنا أنت جبت الكلام ده منين؟ جعل الله سبحانه وتعالى لكل عبادة ثمرة تؤديها، فإذا ما أدت العبادة الثمرة وصاحبها فقط هو الذي يعرفها كانت مقبولة عند الله. قال الله سبحانه وتعالى في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا غيرت فيك الصلاة وأخلاقك
صارت أخلاقا طيبة، وظهر أثر ذلك على الناس. أمور الصلاة صلة بين العبد وربه، وفيها أيضا الصلة بين صاحبها والناس. فالمرأة التي كانت تصلي وتؤذي جيرانها قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنها في النار. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ما غيرت في كذلك وصليت بخشوع وحب للصلاة ووقوف بين يدي الجليل سبحانه وتعالى نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. لابد أن تعي ما تقول وأنت فيها، لابد أن تخشع لله سبحانه وتعالى وتخشع جوارحك لله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أنك بين يدي الجبار بين يدي الرحيم سبحانه وتعالى. إذ ليس بينك وبين الله ثأر، ليس هناك بين العبد وبين ربه ثأر. قال ربنا سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فعندما تقبل على الله سبحانه وتعالى يقبل الله سبحانه وتعالى عليك. والزكاة قال ربنا سبحانه وتعالى عنها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر من؟ الغني أم الفقير؟ قال الله تطهرهم، إذن هي تشمل الغني والفقير والمجتمع كله. طب تطهر الغني كيف؟ الغني عنده داء الشح وداء البخل. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. تطهر الغني من هذا الداء، وتطهر الفقير من داء الحقد والحسد. فكلما أخذ من زكاتك وصدقاتك دعا الله سبحانه أن ينمي الله، أن ينمي الله جل وعلا مالك، لأنه كلما كثر مالك كثر نصيبه فيه. فهي تطهر المجتمع كله. والصوم قال الله سبحانه: لعلكم تتقون. وكذا الحج، أكتفي بهذا القدر وأشكركم، وسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف الجيزة، والتي حدثنا فيها عن الأهمية الكبرى للصلاة. وقال سيادته: لأهميتها فإنها العبادة الوحيدة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من المولى سبحانه وتعالى في السماء ليلة المعراج. هذا يدل كما تفضل سيادته على أهمية هذا الركن من أركان الإسلام. ثم تحدث فضيلة الدكتور السيد مسعد حول ثمرة الصلاة، فهي الصلة التي بيننا وبين المولى سبحانه وتعالى. لذلك يبشرنا المولى في الحديث القدسي: عبدي عبدي لك بكل ركعة ركعتها في الدنيا قصر في الجنة، ولك بكل سجدة سجدتها في الدنيا نظرة إلى وجهي الكريم يوم القيامة. يا رب اجعلنا ناظرين إلى وجهك الكريم يوم أن نلقاك،
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، ما زلنا ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة بمحافظة الجيزة، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، الآن نستمع إلى كلمة فضيلة الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتدور أيضا حول الصلاة عماد الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه هو الملك المعبود الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، والذي أنشأنا جميعا في الأرض نسما، والذي استعمرنا فيها أجيالا وأمما، والذي قسم بيننا الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الكبرياء والملكوت، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض، بيده الأمر والنهي، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، القائل عن نفسه والمتحدث عن ذاته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا وحجتنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، النعمة المهداة، الرحمة المزداة، جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، القائل له ربه في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، كشف الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. فاللهم احشرنا تحت لوائه يوم لا لواء إلا لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه يوم لا لواء إلا لوائه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم جازي خير ما جزيت نبيا عن أمتي ورسولا عن قومه، اللهم لا تحل بيننا وبينه يوم القيامة حتى توردنا مدخلا، اللهم صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل عليه في كل وقت وحين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وبديع تنزيله: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، الكلمة والجملة واضحة، أقم الصلاة لذكري. إنما هذه السورة، هذه الآية، هذه الكلمات الثلاثة التي وردت، الثلاث التي وردت في هذه الآية الكريمة، احتملت معان متعددة عند العلماء احترف فيها أهل التفسير. أقم الصلاة لذكري، ما معنى أقم الصلاة لذكري؟ ذهب فريق من العلماء: أقم الصلاة عند سماعك لذكري، هذا معنى. ذهب فريق آخر: أقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة حتى أتقبل منك ذكري. فأصبحت الصلاة شرطا لقبول الذكر. وقال فريق من العلماء: أن وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة حتى لا تكتب يوم القيامة من الغافلين، وتكتب يوم القيامة من أهل الذكر. وقال فريق رابع من العلماء:
وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لتحمدني على أنك جعل على أني جعلتك من الذاكرين. تصور، شو انظر إلى المعاني المتعددة في وأقم الصلاة لذكري، أي عند ذكري أو عند سماع ذكري، أو حتى تكتب من الذاكرين، أو حتى لا تكتب من الغافلين، أو حتى تحمد الله على أنك من الذاكرين. وفي كل الأحوال ارتبطت الصلاة بذلك الرباط العجيب، ارتبطت الصلاة بالذكر. ولم يحدث أبدا أن جعلت حركة عبادة كلها ذكر مثل الصلاة، فجعل القيام لها ركن، وركوعها ركن، وسجودها ركن، وكل ركن منه له منزلة عند الله عز وجل. فعند اللجوء إلى الله، أي وقوموا لله قانتين، وعند دخولك في جمعية المؤمنين واركعوا مع الراكعين، وعند اقترابك من رب العالمين كلا لا تطعه واسجد واقترب. بالله عليك، أرأيت عبادة كهذه العبادة الكريمة المباركة من الله عز وجل، لدرجة أن الإسلام في شرعنا الحنيف جعل العبادة لها طريقتان: طريقة تهيئة العبادة على قدر المكلف، وطريقة أخرى هي تهيئة المكلف على قدر العبادة. تهيئة المكلف على قدر العبادة يعني الإسلام، ركن أركان الإسلام كام يا جماعة؟ اللي هم الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، دول ما فيهمش نقاش، خمس. تمام، أركان الإسلام الخمسة دول ثلاثة منهم تعتمد فيهم الطاعة على تهيئة العبادة للمكلف. يعني ايه؟ يعني ثلاثة منهم للي أحواله تسمح، انتفاء المانع. عند انتفاء المانع ازاي؟ يعني خد عندك الحب، من استطاع إليه سبيل، القادر ماديا والقادر جسديا وصحيا. طب خد عندك الصلاة، خد عندك الصيام، الصيام القادر صحيا على أداء الفريضة. إنما الذي مرض مرضا مزمنا يحول بينه وبين أداء الفريضة رفعت عنه الصيام، رفع عنه الصيام ولا يطالب به. نيجي بقى للزكاة، الزكاة تجب على من ملك النصاب وحال عليه الحول، إنما من كان فقيرا لم يحل عنده نصاب ولم يحل عليه حول انتفت عنه الفريضة إلى حين. يعني إذن معنى ذلك الحج والصيام والزكاة يجب فيها أن تهيئ، أن تهيئ العبادة للمكلف. إلا مسألتان اثنتان أو ركنان، الركن الأول هو الشهادتين والصلاة، والثاني هو الصلاة. الشهادتين يسقط التلفظ بهما عن الأخرس، الأبكم يشهد بقلبه ولا يطالب بلسانه حيث لا قدرة له على أن يتحرك لسانه بهذه الكلمات الطيبات في شهادة التوحيد، بقيت عند، ويجوز التلفظ بغيرهما لمين؟ للمكره. المكره المولى سبحانه وتعالى، كما في واقعة عمار بن ياسر عندما أرغم على قول ولفظة الكفر وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله، أنا ضعت لأني وقعت في الكفر بسبب التعذيب والألم الذي لم أطيقه. النبي قال له: هل كنت تجد شيئا من ذلك في نفسك؟ قال: لا. قال: فإن عادوا فعد. فنزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالآخر الآن، لكن عندنا الآن الأركان الإسلام خمس: الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، الحج من استطاع عليه سبيلا، الصيام للقدر جسمانيا، الزكاة للي معه مال، الأخرس يسكت التلفظ بالشهادتين الأخرس، بقية الصلاة. انظر ماذا فعل الله في الصلاة عن بقية الأركان. قام الشرع الإسلامي الحنيف بتهيئة الصلاة لكل الطلبات ولكل الأحوال ولكل الظروف مهما كانت.
فيقول لك صلي قائما، فإن لم تقدر فقاعدا، فإن لم تقدر فمضطجعا. عارف القبلة توجه، مش عارف القبلة ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فسمى وجه الله. في مية توضأ، ما فيش مية تيمم، مسافر اجمع، في ظرف اغسل، فماذا بقي لك بعد ذلك؟ إذا الصلاة لا تسقط عن المرء أبدا، لأنها العبادة التي ستظل ملتصقة بك بين يدي الله. عبادة عجيبة، عبادة عجيبة تلتصق بك. يعني أنت عندك 40 سنة، أنت راجل مطالب باربعين سنة، مطالب باربعين سنة من ساعة التكليف، من ساعة التكليف، من أول ما كلفت إلى أن تلقى الله 40 سنة مكلف. لازم يتخذ منك 40 سنة عبادة، 40 سنة صلاة. ما سقطت الصلاة، لماذا لم تسقط الصلاة؟ لأهميتها ولمنزلتها ولدرجاتها عند الله. أنا الحقيقة لابد أن ألفت نظرك إلى معنى الكلمة. الكلمة اسمها صلة، أصل الصلاة من الصلة، والصلة هي علاقة بين واصل وموصول. العلاقة هذه المسمى بالصلة بين الواصل والموصول إليه، هذه الصلة لا يسمح بانقطاعها أبدا، وهذا هو السر في قوله وأقم الصلاة لذكري. إذا معنى ذلك إنه الذي لا يصلي هو في الحقيقة عبد انقطعت صلته بالله عز وجل. هنا تكمن خطورة الصلاة، وتكمن خطورة الصلاة في أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلاة هي المهيمن على حركاتك، على كلماتك، على سكناتك، لدرجة إنك أنت لا تجد قول الله تبارك وتعالى قيما ذكر في القرآن إلا للصلاة وللقرآن. في سورة الكهف بيتكلم عن القرآن وبيقول معنى عجيب قوي، عاوزكم تاخدوا بالكم منه. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا قيما. قيما، إيه معنى كلمة قيما التي وردت هنا في سورة الكهف؟ أي أن القرآن هو الذي يجب أن يهيمن على تصرفاتك وسكناتك وكلماتك وأفعالك وحركاتك ومعاملاتك. القرآن هو الذي يجب أن يسيطر عليك، يهيمن عليك. هذا هو تلك هي القوامة. لذلك القرآن يقول الرجال قوامون على النساء، أي ساهرون عليهن، أي قائمون على شؤونهن، أي حافظون لحدودهن، قوامون. فإذا القوام هو الذي يقوم بحراسة غيره كما يحرس الرجل المرأة. إذا كلمة قوام معناها إيه؟ اللي بيحرس غيره، اللي بيحفظ غيره، اللي بيسيطر على غيره. فالقرآن الكريم لابد أن تكون فيه تلك الصفة. إنما القرآن لم يكتفي بأنه هو القيم فقط. لذلك كلمة قيم دي كما ذكرت لك، هعيد لك تاني، كلمة قيم معناها إيه؟ المهيمن، المسيطر. لسه كنت بقول للمشايخ إن كلمة قيم دي عرفت في التراث الإسلامي بمعنى نظر المدرسة. نظر المدرسة زمان كان اسمه القيم، والكلمة دي إحنا توارثناها لدرجة ان احنا بنقولها في الشارع المصري. انت لما بتيجي واحد بتحس ان هو عاوز يسيطر عليك بتقوله يا عم القيم، انت بتتقيم علينا، اصلها قيم. احنا عندنا في مصر باللغة العامية دي بنعمل حاجة اسمها الابدال، بنبدل القاف الى همزة، فبنقول قيم، اصلها قيم. يعني اذا كلمة بقولك انت بتتقيم علي ليه، يعني انت بتسيطر علي ليه. اذا كلمة قيم معناها المهيمن، المسيطر. لذلك الناظر كان اسمه القيم. فاكرين الامام ابن القيم، ابن قيم الجوزية، ما بنقولش ابن القيم الجوزية، بنقول ابن قيم الجوزية، لان كان ابوه ناظر المدرسة الجوزية، فبنقول ابن ناظر المدرسة الجوزية. بنقولها ازاي؟ ابن قيم الجوزية. ولو حذفنا المضاف اليه
بنسبة قلب بنقول ابن القيم، ابن القيم. خد بالك يعني دي قواعد في لغتنا العربية وأصول في لغتنا العربية، نفس المصطلح بتاع القيم وجدناه ربنا بيحطه للقرآن الكريم. فين الكلام؟ الكلام دوت كل آيات القرآن ما بتقولش أدوا الصلاة. خد بالك فضيلة الدكتور السيد الله يرضى عنه قال لك، خد بالك انه ربنا ما قالش أدوا، قال وأقيموا. طب قال وأقيموا ليه؟ وأقيموا حتى تكون الصلاة قيمة عليك، مهيمنة عليك. فإن لم تؤثر الصلاة عليك فمعنى ذلك أنت لم تؤدي الصلاة أصلا. إذا ربنا اختار لكلمة الصلاة كلمة إيه؟ وأقيموا حتى تكون الصلاة هي سبب ابتعادك عن المنكر، وسبب ذكرك لله، وسبب برك بأبيك، وسبب احترامك لجارك، وسبب حرصك على النظافة والنظام، وسبب توقيرك للعلماء، وسبب قراءتك للقرآن، وسبب حالة الرضا والرضوان، وسبب الطمأنينة التي لمست القلب، وسبب الكرم الذي اعتلى يديك الكريمتين، كله بسبب كرامة الصلاة. لذلك اسمع للقرآن وهو يقول إن الصلاة تنهى، تنهى. إذا الصلاة قيمة، إذا المعنى المناسب وأقيموا الصلاة أي اجعلوا من الصلاة قوامة عليكم، قوامة عليكم حتى لا تخرج عن دائرة الصلاة أبدا. فإذا لم تكن الصلاة قوامة عليك إذا هناك خلل عندك. لذلك يقول الإمام ابن الجوزي إذا وجدت خللا في حياتك فهناك خلل في صلاتك. يقول سيدنا عمر بن الخطاب إذا وجدت الرجل للصلاة مضيعا فلغيرها أضيع، فلغيرها أضيع. يعني واحد ليست بينه وبين الله صلة وليس بينه وبين الله قوام، إذا هذا الإنسان ليس له كبير، هذا الإنسان ليس له كبير. قلنا أن حركات الصلاة، حركات الصلاة ثلاث: القيام والركوع والسجود. السجود حالة الاقتراب من الله، إذا ما عكس السجود؟ الابتعاد عن الله. فكيف إذا رأيت إنسانا مبتعدا عن الله تبارك وتعالى؟ إذا عليك أن تعلم أن خطورة الصلاة أنها ليست مجرد أداء لشعائر، إنما هي صلة بينك وبين الله. ولذلك كان العلماء يقولون من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. الصلاة هي علامة الذكر، عندما يقول وأقم الصلاة لذكري. لذلك المولى سبحانه وتعالى لم يرد أن يقطعك عن الطاعة خمس مرات في اليوم والليلة على سبيل الفرض والوجوب وغيرها على سبيل النافلة. اسمع لهذا المعنى، معنى ذكر الله وأقم الصلاة لذكري. الذكر، الذكر هو استحضار المذكور، الذكر هو نداء المذكور الذي يوجد إذا ذكر، ولا يوجد ذكر يحرك دليلا على أنك من الذاكرين إلا أداءك للصلاة ووقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. الصلاة طمأنينة، الصلاة راحة، الصلاة سكينة، الصلاة صلة بالموصول، الصلاة علو على الوصول، الصلاة كبيرة على المعقول، الصلاة بلوغ للمأمول، الصلاة وصول وأمول لله تبارك وتعالى. فإذا استطاع العبد أن يحافظ على الصلاة فهذه علامة على أن الصلاة هي التي تحفظه، وإذا أقام الصلاة فهذا دليل على أنه قريب من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا كانوا يقولون عن الذكر، قلت في مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها معلومة عن سيدنا علي بن أبي طالب عندما كان يسأل عن أشد جندي لله تبارك وتعالى، وهذا كان مثال واضح كيف ينظر الصحابة إلى مسألة الذكر. سيدنا علي عندما سئل ما هو أشد جندي لله، ما هو أشد جندي لله، فنظر إليهم رضي الله عنه وقال أشد جندي لله في هذا الكون هو الحديد. نظر وجد الحديد في وقت علي بن أبي طالب، وجد الحديد هو أشد أنواع الجنود أو المخلوقات التي بها بأس، أقوى حاجة في الوجود، أقوى حاجة في الكون
نظر إليها سيدنا علي ووجدها الحديد، فقلت الحديد هو أقوى جندي لله في الأرض. فلما نظرت إلى الحديد وجدت النار تذيب الحديد، فقلت ألا إن النار لهي أقوى جندي لله في الأرض. فلما نظرت إلى النار وجدت الماء يطفئ النار، فقلت ألا إن الماء لهو أقوى جندي لله في الأرض. فلما نظرت إلى الماء وجدت السحاب يحمل الماء، فقلت ألا إن السحاب لهو أقوى جندي لله في الأرض. فلما نظرت إلى السحاب وجدت الهواء يحمل السحاب، فقلت ألا إن الهواء لهو أقوى جندي لله في الأرض. فلما نظرت إلى الهواء وجدت الجبل يمنع الهواء، فقلت ألا إن الجبل هو أقوى جندي لله في الأرض. فلما نظرت إلى الجبل وجدت الإنسان يعتليه وينحته، فقلت ألا إن الإنسان هو أقوى جندي لله في الأرض. فلما نظرت إلى الإنسان وجدت النوم يغلبه ويقعده، فقلت ألا إن النوم لهو أقوى جندي لله في الأرض. فلما نظرت إلى النوم وجدت الهم يمنع النوم. لا إله إلا الله، الهم يمنع النوم. فقلت ألا إن الهم لهو أقوى جندي لله في الأرض، فإن الهم هو الذي يمنع النوم، الذي يقعد المرأة، الذي ينحت الجبل التي تمنع الريحة، التي تحمل السحابة، التي تحمل الماء، التي تطفئ النار، التي تذيب الحديد. فلما نظرت إلى الهم وجدته في القلب، فلما نظرت إلى القلب وجدت قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلمت أن أقوى ما في الوجود هو ذكر الله تبارك وتعالى. كل هذه المعاني الله عز وجل وضعها في الصلاة. وأقم الصلاة لذكري. تصور، وهذا هو السبب أن الصلاة تبعث عن الطمأنينة، تنزل السكينة، تجلب مرضاة الرب، تصرف القلب عن الشهوات والنزوات، وتصرف القلب عن المعاصي، وتصرف القلب عن الوساوس والخطرات. كل الناس مبتلى إلا الذين وقفوا بين يدي الله في حالة الصلاة، إلا الذين خشعوا لله تبارك وتعالى واستقطعوا من أوقاتهم وقتا يقومون فيه بمناجاة الملك سبحانه وتعالى ويبث شكواه بين يدي الله تبارك وتعالى. الصلاة هي المذلة الخاضعة لله عز وجل. العلاقة بالله علاقة قائمة على أن تكون عبدا وهو السيد سبحانه وتعالى جل وعلا. ولا يوجد رمز لعبوديتك لله إلا تذللك لله تبارك وتعالى، ولا يوجد رمز لتذللك لله إلا بأن تضع ذلك الخد، تلك الجبهة على الأرض متمرغا في ركعات وسجدات خالصة لله تبارك وتعالى، تعلن فيها خضوعك لله عز وجل وتقف بها بين يدي الله عز وجل. عبدي أطعني يطعك كل شيء، يا ابن آدم أنت، يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا ابن آدم خلقت كل الكون لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. لا بد أن تعرف قيمة الصلاة. الذي لا يعرف قيمة الصلاة هو عبد تائه، هو عبد ضائع، هو عبد لا يعرف أنه في راجع إلى الله عز وجل. المولى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كدحا فملاقيه. على من تعود الهاء في قول الله عز وجل فملاقيه؟ تعود على الله عز وجل، أي أنك تلاقي الله سبحانه وتعالى جل وعلا لا محالة. لذلك الغريب أن هذه الصلاة لم تسقط على الكون بأكمله. العبادة الوحيدة يا حضرات التي وجبت على الكون بأكمله إلا الشجر، النجم، والنجم والشجر يسجدان. الملائكة يقول الحديث أطت السماء وحق لها أن تطأ، السماء تقلت. مين اللي بيقول؟ سيدك النبي صلى عليه، صلى الله عليك يا سيدي رسول الله، بيقول لك السماء تقلت. السماء ايه؟ تقلت. ليه يا رسول الله؟ بيقول ما من موضع، والذي نفسي بيده، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك قائم، إلا وملك راكع، إلا وملك ساجد، لا يفرغون من قيامهم وركوعهم وسجودهم إلى يوم القيامة. شوف طول الركعة دي إيه؟ سمعت عن طول الركعة دي قبل كده؟ لا يفرغون من قيامهم ولا من ركوعهم ولا من سجودهم إلى إمتى؟ إلى يوم القيامة. فإذا قامت الساعة فرغوا من قيامهم وركوعهم وسجودهم وقالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك.
تخيل ربنا ما عبدناك. الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هل هناك من يقدر أو يقدر الله حق قدره؟ والله ما في أبدا. الملائكة في حالة صلاة، الملائكة في حالة صلاة عبادة لله عز وجل، الكون في حالة صلاة، حتى الشمس التي تراها تشرق عليك كل صباح مذ ولدتك أمك إنها تذهب للسجود تحت العرش بين يدي الله تبارك وتعالى. كل شيء يسجد بحمده، كل شيء يسبح بحمده، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، أذنبت يا ربي وأذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. هو الواحد عز وجل. الصلاة حق لله عز وجل وأنت عبد لله عز وجل، وكلما سجدت لله تبارك وتعالى كلما كنت من المقتربين من الله. لذلك الله عز وجل من حبه للصلاة ومن تكريمه للصلاة لم يكتفي بأن يقبل منك أي صلاة، لا لا لا، ليست أي صلاة تقبل من الله، إنما لابد أن تكون مهيئا بقلبك، لا بد أن تكون مستعدا بنفسك، لا بد أن يتوضأ قلبك قبل جوارحك، ولا بد أن تغسل عقلك قبل يديك، ولا بد أن تكف نفسك قبل أن تكف عينيك، ولا بد أن تقف بين يدي الله وأنت تعلم أنها آخر صلاة لك، أي صلوا صلاة مودع، صلاة من يستدبر الدنيا ويستقبل الآخرة. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن هناك أناس كانوا يصلون ولكنهم وصفوا بأنهم منافقون. الحقيقة هذا الكلام قد يتعجب له الناس، ولكن انظر إلى قول الله عن المنافقين، قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ الله يا أخوانا خذوا بالكم، الناس دي كانت المنافقين، اللهم احفظنا وإياكم، كانوا بيصلوا ولا ما بيصلوش؟ بيصلوا. إنما ربنا قال صفة الصلاة التي كانوا عليها صفة الكسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والكسل هنا ليس كسل جسد، كسل القلب، لأنه لا يلتمس أجرا ولا ينتظر ثوابا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إيه؟ أثبت إنهم بيذكروا الله ولا ما بيذكروش الله؟ بيذكروا الله، إنما قال ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما أنا كنت لسه بكلم إخواننا السادة العلماء بقول لهم في ناس في القرآن ذكرت الله ودخلت النار لأنها ذكرت الله قليل، في ناس في القرآن صلت ودخلت النار لأنهم قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ يعني أثبت أنهم يصلون إنما القلب لم يصلي، أثبت أنهم يصلون إنما في حال التراخي كسل. خدوا بالكم بس ستوا شخدين بالكم، الصلاة العبادة الوحيدة التي تبدأ في ديننا الإحسان بكلمة الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر دي إيه؟ الله أكبر دي اسمها التحريم، تكبيرة الإحرام، تكبيرة التحريم. تحريم يعني إيه؟ يعني كل ما قبلها صار حراما بعدها. أنت تنازلت عن كل شيء في الدنيا، لا أكل ولا شرب ولا التفات ولا كلام ولا أي حاجة، التفت عن كل الدنيا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك بص، يعني قلت لكم واحد بيصلي، الناس بيصلوا ذكروا في القرآن هم، إنما للأسف الشديد قاموا كسالى، والناس بتذكر الله، أيوة بيذكروا الله، إنما للأسف ما ذكروش الله كتير، ذكروا ربنا قليل، ولا يذكرون الله إلا قليلا. في حين إن الناس وقعت في الزنا ووصفهم بأنهم في الجنة، يعني حتى لو نظرت إلى القرآن هتجد إن اللي وقعوا في الزنا نوعين اتنين،
نوعين اتنين وقعوا في الزنا، اللهم احفظنا واياكم، قولوا امين. الاتنين وقعوا في الزنا، واحد ربنا حطه مع المتقين والتاني اداله العذاب في الدنيا والاخره. انت متخيل؟ والاتنين وقعوا في نفس المعصيه. الاولاني اللي ربنا حطه مع المتقين، بقول لهم بص للترتيب عشان تعرف عجائب القرآن. اللي هقوله لكم ده من عجائب القرآن، بيقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اعدت لمين؟ حلوة قوي. يلا يا سيدي قول لنا بقى المتقين مين؟ ربنا يجعلنا منهم، قولوا امين. فالقرآن راح قايل لك انواع المتقين. مين يا رب المتقين؟ قال لك الذين ينفقون في السراء والضراء، ربنا يجعلنا منهم، قولوا امين. والكاظمين الغيظ، ربنا يجعلنا منهم، قولوا امين. والعافين عن الناس، قولوا امين. والله يحب المحسنين، قولوا امين. كل ده حلو قوي. انما اللي جه بعديها يا عم الشيخ حاجه تحير. قال لك والذين اذا فعلوا فاحشه. ايه اللي جبته لهنا؟ ايه اللي جبته لهنا؟ ده انا عمال اسمع المتقين الكلام، اللي الكلام الحاجات الحلوه اللي كلنا بنحبها، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، المحسنين، بينفقوا في السراء والضراء. فجاه دخل على والذين اذا فعلوا، شوف اللفظ حتى، فاحشه. ليه حطتهم هنا؟ ليه؟ قال لك لانهم تابوا والتائبوا من الذنب كمن لا ذنب له. مش متخيل ايه الكرم؟ كريم كريم يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. شوف حطتهم فين؟ يا خبر ابيض يا جماعه، انت تاملت الايه معايا ولا لا؟ شوف حطتهم فين؟ مع المتقين. ناس زنت وحطتهم مع المتقين، ناس فعلت الفاحشه وحطتهم مع، والله والله العقول لا تستطيع تصديق هذا الامر لولا انه جاء في كتاب الله. اعدت لمين؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اهو في نوع تاني بقى من اللي فعلوا الفاحشه، ما خدوا العذاب مرتين اتنين في الدنيا وفي الاخره. يا لطيف، هي نفس الفاحشه، انما دول بلا حياء ودول مع حياء. يعني واحد زنى وعنده حياء فاستغفر وتاب، والتاني من غير حياء واعلن اعلن. شوف 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 بقى البلاء اللي احنا فيه. البلاء لما تلقى واحد فاجر ويتباهى بفجوره، مجرم ويتباهى باجرامه، يعني شيء عجيب. فيقول لك ايه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. ايه؟ في الدنيا. يعني حيديهم العذاب مرتين في الدنيا والاخرة، اجل وعاجل من الله سبحانه وتعالى. انا بس عندك تتخيل وتصلي على الحبيب ومال. هم الاثنين عملوا فاحشة، انما ده سطر على نفسه واستغفر وندم على ما فعل، ودوت بيعلن. فكانت الحرب، كأن اللي بيعلن الفاحشة بيعلن الحرب على الله تبارك وتعالى. لذلك لو ما لحقتش نفسك بالصلاة انت هيعلن عليك الحرب، لان انت لو بصيت في القرآن هتلقى ثلاث وديان في جهنم. ثلاث وديان، ثلاث. انا مش هتكلم عن حكم تارك الصلاة، العلماء اتقسموا فيه الى اقسام، ما بين التكفير وما بين التفصيق وما بين الوعد الشديد بالعذاب الشديد. المهم كلهم اجمعوا على انها كبيرة من الكبائر، وعلى ان الصلاة مطلوبة من العبد قبل ان يلقى الله عز وجل، وان تاب عليه ان يقوم بقضاء الفوائد التي كانت عليه حتى وان صلاها في غير اوقاتها تقربا الى الله واعتذارا اليه واستغفارا له. فإذا مات قبل أن يكمل ما عليه فسيموت على نية قضاء ما عليه لولا أن الأجل منعه من ذلك شريعة. فخذ بالك من اللي جاي، إن في ثلاث وديان في جهنم.
الواد الاولاني اسمه جهنم، الواد الثاني اسمه ويل، والواد الثالث اسمه صقر. سين قاف ر. ليه ثلاث وديان عقوبات تارك الصلاه؟ ليه اتعمل الثلاثه؟ اتعمل الثلاثه لان اللي تارك الصلاه ثلاثه ما لهمش رابع. تارك الصلاه وهو بيقول ما فيش حاجه اسمها صلاه، ادي واحد. اللهم احفظنا واياكم، قولوا امين. ده بقى خلاص، ده ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا. يبقى هنجهز لهم ايه؟ جهنم. عشان كده بيقول بعديها انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا. بص بآياتنا كذاب، بيقول ما فيش حاجه اسمها صلاه. طب والنوع الثاني بيقول ان في حاجه اسمها صلاه بس بيصلي وبيصلي على سطر ويسيب سطر، بيصلي على سطر ويسيب سطر. اللي بيصلي على سطر ويسيب سطر ده حضر له حاجه تانية اسمها ويل، واو يهلام. ويل دي لمين؟ بنبص في القرآن لقينا القرآن بيوصف بيها ناس بتصلي انما مقصرة في الانتظام. قال تعالى فويل للمصلين، ما قالش فويل لتارك الصلاة. انا عاوزك تاخد بالك وتصلي على النبي. ما قالش فويل لتارك الصلاة، لا لا، دول مصلين، التصنيف العام مصلين. انما ايه؟ يصلي يفوت الظهر مع العصر، يصلي العصر مع المغرب، يجمع الخمس اوقات لما يروح البيت. ما عندوش حالة ده. انتوا لسه سامعين الآية في سورة الآية في سورة النساء اللي هو بيقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الرئاب بتطير يا مولانا، رئاب بتطير، دماء بتسيل، أسلحة عمالة تطير في الرئاب ودم بيتنطور حوالين منك. وجبت الصلاة، لازم تصلي. اهدى. طب مبدل الآية دي كلها يقول لك ايه؟ ولتقم طائفة منهم لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم. ايه ده ده؟ طب بالله عليك، طب مبدل ده كله يأجلها دلوقتي لحد ما الخناقة تخلص، لحد ما المعركة تنتهي؟ لا، دي الحرب يا شغالة، والدماء بتسيل، والرئاب بتطير، والسيوف عمالة تلمع يمين وشمال بأرواح الناس، وده انت واقف لازم تصلي حتى لو الرئاب بتطير. يعني كان اولى في الموقف ده ياجل الصلاه شويه، مش تقول لي اصل انا لسه ما قفلتش المحل، اصل انا واقف على الفرشه، اصل المعرفش ايه. يا جماعه خدوا مالكم، ما توحدوا الله، قولوا لا اله الا الله. ده موضوع كبير قوي، ما فيش تهاون في المساله دي، ويتبادلوا مع بعض والكلام هنشرحه بعدين. لكن عاوز اقول لحضرتك المعنى الخطير، ان ربنا سبحانه وتعالى خلاها قانون، وهقول لك ازاي خلاها قانون دلوقتي. لكن احنا قلنا ثلاث وديان، وادي اسمه جهنم، ده اللي بيقولوا ما فيش حاجه اسمها صلاه. طب والنوع الثاني بيقول لك في صلاه بس بيصلي على سطر ويسيب سطر. هنا بقى انتوا عارفين، فاكرين الحديث رفع عن امات الخطا وايه؟ يعني النسيان معفو عنه. خدوا بالكم، ركزوا معايا، رفع عن امات الخطا والنسيان، الخطا وايه؟ الا في الصلاه. تعالى لي بقى، انك تنسى وقت الصلاه ما بيسامحش فيه، هيعاتب، هيحاسب عليه. ما فيش فيه كلام، ده مش انا اللي قال الكلام ده، ده القران، ولازم نفهمكم الموضوع ده عشان الناس تبقى عارفه اهميه الصلاه. ربنا بيقول عن اللي تاركين الصلاه اللي في سوره المعون. المعون ده يعني الاناء اللي فيه الاكل، عارف المواعين انت؟ يا ما غسلناها. اسم المعون مفرد مواعين. فربنا بيتكلم السوره كده اسمها سوره الطبق اللي بينقل فيه الخير الى الغير. ففي ناس بقى مش بتمنع الخير، لا، دي بتمنع الطبق اللي بتنقل فيه الخير. اعوذ بالله. الذين هم يراؤون ويمنعون الايه؟ المعول. يعني مش يمنع الخير، ده بيمنع الطبق اللي اللهم نجينا. قولوا امين. يا لطيف يا رب. فالسوره ربنا ذكر فيها الفوائل للمصلين. للمين؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه؟ طب يا جماعه دول، ده القران اهو بيلتمس لهم العذر. بيقول لك الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني قاصد يسيب الصلاه ولا مش قاصد؟ مش هرد انا بقى، هخليك تعيش مع نفسك وتروح النهارده عشان تحلف ما انت سايب ركعه بعد النهارده. يا خبر ابيض،
يا خبر ابيض يا اولاد، ده ايه ده؟ ده والله العظيم بعض الصحابه كان بيعتبروها اخوف ايه في القران، لان انت مش قاصد، مش نسيت، سهي عليا يا اخي. انت في اخر الفاتوره بتكتب ايه؟ عدا السهو والنسيان. يا اخي سبحان من لا قال لك انا حوافقك على اي نسيان في حياتك الا في الصلاه، الا في الصلاه. عشان كده قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيقول الحمد لله الذي انقذنا بحرف في القران، عن حرف. فين يا ابن عباس الكلام ده؟ قال لك في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، لم يقل الذين هم في صلاتهم، لانه من منا لا يسهو في صلاته. مين اللي ما بيسرحش وهو بيصلي؟ ما حد ما لسه. تخيل حضرتك، يبقى عشان كده شوف ثلاث وديان، وادي جهنم اللهم احفظنا، وادي بقى اسمه ويل ويل واو يهلام، الوادي الثالث بقى اقوله لكم ولا ترنش مش عارف، تراودني نفسي ان انا اسكت رحمه بكم غير نسيان. والله العظيم عاوز اسكت وما اقولوش، بس غصب عنه امانه العلم. وحدوا الله، وقبل ما اقول قول ربنا يكفينا شر كل وحش، امين امين يا رب. الوادي دوت يستعيذ منه اهل النار، شكرا. الوادي الثالث ده اهل النار اللي جوه النار بيقولوا ايه؟ يا رب اكفينا شره، وهم في النار اصلا وبيقولوا يا رب اكفينا شره. يبقى الوادي ده شكله ايه؟ زي المساجين لما يبص، ربنا يحفظنا واياكم، لما يبصوا كده الواحد ويلقوه لبسوا البدلة الحمراء، فهم مساجين، انما صعبان عليهم لفند. فاهم ايه يا ابن اللي عملته؟ ايه اللي اهو اهل النار اللهم احفظنا واياكم بيسألوا لما يلقوا واحد بيتشد للوادي ده، وادي ايه؟ وادي سكر، سين قاف ر، يستعيد منه اهل النار. فيقول لهم ايه؟ ما سلككم، يخرب عقولكم، ما سلككم في سقر؟ اول حاجه قالوا لم نكن من المصلين. اللهم احفظنا قولوا امين. علشان كده يا جماعه الصلاه وبعدها امور اخرى، لكن انا يهمني اني اول شيء قالوا لم نكن من المصلين. احرصوا على صلاتكم، الصلاه عماد الدين، الصلاه طهور. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال المثل بتاع النهر ما كانش يقصد الوضوء. تخيل حضرتك النبي يقول الحديث والناس تفسروا على انه الوضوء، بيقول لهم لو ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل المرء فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيء، يعني من وسخه؟ قالوا طبعا لا، ده بيستحمى 5 مرات. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالناس فسروا الحديث على انه بيتكلم عن الوضوء وانه بيحافظ على نظافه الانسان. لا، اصحى، ده ملوش علاقه، ده مش بيتكلم على الوضوء، وما بيتكلم على ايه؟ على الذنوب، على المعاصي. المعاصي بتاعتك بتنزل بتصلي الفجر وتتلهي في الحياه، تعمل معاصي، تقول كلمه ما اعرفش يحصل ايه، تندو منك نظره او خلافه، فتيجي صلاه الظهر تمسح اللي بين الفجر والظهر، وتيجي بعد الظهر تعمل ذنوب ولا حاجه، بتيجي صلاتك. طالما لا تتعلق بحقوق الناس، حقوق الناس لا قضاء لها الا بردها الى اصحابها، تيجي صلاه العصر تمسح اللي بين الظهر والعصر، تيجي صلاه المغرب تمسح اللي بين العصر والمغرب، تيجي صلاه العشاء تمسح اللي بين المغرب والعشاء، تيجي صلاه الفجر تمسح اللي بين العشاء والفجر. فتخرج من يومك كيوم ولدتك امك من الذنوب، مبتهلا الى الله، متقربا الى الله عز وجل. يا ابن ادم، يا ابن ادم، يا ابن ادم، لي عليك فريضه ولك علي رزق، فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. عبادي يبارزونني بالمعاصي وانا اكلاهم على فروشهم، اني والانس والجن لفي نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد، اتقرب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم، فيتبغضون الي بالمعاصي وهم احوج ما يكونون الى رحمتي. يا عبادي، من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نهى عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمي
النعماء أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. فاللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة، اللهم اجعلنا من المتأدبين بالصلاة، اللهم اجعلنا من المنزجرين بالصلاة، اللهم اجعلنا من المتقربين بالصلاة. اللهم لا تقبلنا إليك إلا وأنت راض عنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ رئيسنا، اللهم احفظ رئيسنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تبارك لنا في أولادنا، وأن تحفظ لنا فلذات أكبادنا، وأن ترحم آباءنا أمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا أمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا أمهاتنا برحمتك يا رب العالمين. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، كاشف الغمة وباعث الهمة، سيدنا رسول الله. أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، هو كاف. ثلاثة قابلتهن بثلاثة، ولتغلبن أوصافه أوصافي. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم آمين. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من فضيلة الدكتور الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي أخذنا فيها إلى هذه الحديقة الغناء، حديقة الصلاة، وأخذ يقتطف لنا من ثمارها ما استمعتم إليه، وبين في كلمته الطيبة أن هذه العبادة وأن هذا الركن من أركان الإسلام هو الركن الذي لا يسقط أبدا. كما استمعت، المريض له هيئة يصلي عليها، النائم يستيقظ ويؤدي صلاته، لا تسقط الصلاة أبدا. جزاه الله عنا خير الجزاء. حدثنا عن ثمار الصلاة، كما قلت دخل إلى هذه الحديقة الغناء، حديقة الصلاة، وأخذ يقتطف من ثمارها، يبين أهمية الصلاة، مكانة الصلاة، فضل الصلاة، ما أعده الله سبحانه وتعالى للمصلين، وأيضا لتارك الصلاة. لذلك قال علماؤنا الأجلاء: أنت في صلاتك تعايش أركان الإسلام الخمس، تبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، ولا شك أنك تذكرها في الصلاة، ثم الركن الثاني الصلاة وأنت في الصلاة، الركن الثالث الصيام، أنت تعايش ذلك فتمتنع وتصوم وأنت تصلي عن كل شيء، الركن الرابع الزكاة، أنت تقتطع من وقتك ربما يكون ثمينا فأنت تعايش ركن الزكاة، الركن الخامس الحج، أنت تستقبل القبلة فتتوجه إلى الكعبة وتعيش مع هذا الركن. فالصلاة لذلك كانت عماد الدين، لذلك كان حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال،
فاللهم تقبل منا صلاتنا، واجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. اللهم آمين. أيها الأحبة، بعد هذه الكلمات الطيبة المباركة من علمائنا الأجلاء، من فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الجيزة، ومن فضيلة الشيخ خالد الجندي عن الصلاة عماد الدين، ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. نصل بحضراتكم الآن ونحن في رحاب مسجد الاستقامة بميدان الجيزة بمحافظة الجيزة، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء بالدعاء والابتهال. بدأناه بالقرآن الكريم والقارئ الشيخ الدكتور أحمد تميم المراغي، ونختتم هذا اللقاء بالدعاء، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، مش مخ العبادة، لا، الدعاء هو العبادة. ونحن في هذه اللحظات الكريمة ونحن في بيت من بيوت الله، تنزل علينا بمشيئة الله وبرحمة الله وبرضوان الله، تنزل علينا الرحمات وتنزل علينا المغفرة، ويستجيب لنا المولى سبحانه وتعالى للدعوات. نطرع إلى الله تعالى الآن بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، حياء من الله العظيم، من كل ذنب صغير أو عظيم، حديث أو قديم، بقصد وبغير قصد، وأتوب إليه توبة من أقر فقبله. يا كرم الأكرمين، عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك، فلا تحرمنا من أن نتلقى منك رضاك
يا كرم الأكرمين يا رب. اللهم احفظ بلادنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا واحفظ رئيسنا والعاملين معه وشعب مصر وسائر بلاد المسلمين من كل أذى ومكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب. لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العليا ندين ونشهد. الكون سبح في جلال الكون سبق في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد، بفتح عليك شيخ ضياء. لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العليا الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد. بك نستعين يا رب، بك نستعين، فأنت عون من ارتجى، نحن العباد وأنت أنت السيد. بك نستعين يا رب، بك نستعين، فأنت عون من ارتجى، نحن العباد وأنت أنت السيد. إنا رضينا، إنا رضينا بالشريعة
حياتي وجهة الله رب ورسول محمد. بعد إذن السادة الحضور وأنا أولكم، بعد إذن مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا، عاوزين حال الأمة كله ينصلح، كل واحد مننا وأنا أولكم يسأل نفسه سؤالين بس: أين الله ورسوله من حساباتك؟ السؤال الثاني: ثم أين أنت من حسابات الله ورسوله؟ نصلي على سيدنا محمد فنقول جميعا: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، كمن صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. سيدي جميل، صلوا عليه، له جميل. سيدي سيدي جميل له جبين يفوق نجما يفوق شمسا يفوق نجما يفوق شمسا والشمس جزء منه محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وصحراء ووديانا بقعة من بقاع الأرض طاهرة زكت جبالا وصحراء ووديانا بنى الخليل عليها البيت هاتفة فيه الملائك بسم الله مولانا في ظله سيدتي في ظله سيدتي بنت أهب أنجبت نجما فأنجبت
خير خلق الله إنسانا. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام أنتم جميعا. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة بمحافظة الجيزة، تحت رعاية كريمة من وزير الأوقاف معالي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف وتجوب بها مساجد مصر العامرة. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر. أيها الأحبة، غدا يتجدد اللقاء، حتى نلقاكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.